زمايل في الشغل ما بين الراجل والست، ايوه ده مهم جدا. وساعات بيبقى الاصدقاء كده، يعني الزماله بتتحول لاصدقاء او لصداقه، لدرجه انه مثلا لما يكون حد تعبان ممكن مثلا واحده تسال على زميلها في الغاب مثلا، فتكلمه تتصل تطمن عليه. هل ده ممكن يسبب ازعاج مثلا لاسرته او عيلته؟ وازاي هي تعمل كده؟ لازم تستاذنه الاول وتشوف الموضوع، ولا ممكن تبادر ان هي تسال والعكس صحيح للراجل؟ حلو قوي السؤال ده، لانه هيدخلنا في حته انه هو انا امتى اسال. بشكل عام في ناس كتير جدا يا نوران بيبقى عندهم خوف من ان هم يبادروا فانها تبادر بالسؤال او هو يبادر بالسؤال، بتقول لا يفهمني غلط او افهمه بس غلط. هو برافو عليكي. هو في ثلاث انواع من المخاوف في العلاقات بشكل عام. الفير اوف جادجمنت اللي هو ممكن يفهمني غلط او مراته تحكم عليا غلط، والفير اوف امبارسمنت اللي هو الاحراج، وفير اوف ريجكشن ان انا اترفض يعني ان هو يرفضني. فهي الثلاث مخاوف دي هي اللي بتوقف العلاقات، بتخلي العلاقات ما بتمشيش بطريقه سهله وسلسه. فالطبيعي ان انا ابدا يعني اشيل المخاوف دي على جنب وان انا ابادر، بصرف النظر عن الراجل هو اللي بادر الاول بالسؤال عن زميلته او الست هي اللي بادرت بالسؤال عن زميلها، لان دي في النهايه احنا في علاقه زماله وده الطبيعي. وبعدين استنى رد الفعل. لو لقيت بقى في قبول من الطرف الاخر ان هو بعد كده مثلا عزمني هو ومراته وانا وجوزي او انا وخطيبي، فهتلاقي الدنيا مشت وهتلاقي الدنيا هي اللي مشيتك بالمظبوط. طب معلش يا رضوى، لو بنت مثلا في الشغل مش متزوجه ولا مخطوبه وهي سنجل، بس بتطمن على زميلها ان هو مثلا غاب النهارده او تعبان او مشي من الشغل وهو تعبان، هي ما فيش حاجه في نيتها، بس انت عارفه طبعا ساعات بيبقى في ساينز كده، باد ساينز كده بتوصل لبعض الزوجات ان هي بتكلمك ليه وبتسال عليك هي عايزه منك ايه. طبعا دي برضو تسال ولا تشوف الدنيا فيها ايه الاول، ولا تتجنب وتبعد عن المشاكل؟ برافو عليكي. برافو عليكي، برافو عليكي جدا. هقول لك هنا في الحاله دي احنا بنطبق قاعده ايه، لا ضرر ولا ضرار او اقل الضررين. فانا الضرر ايه يعني الافاده بان انا اتصل بيه ممكن تجيب لي هنا ضرر اكتر من ان انا لو ما اتصلتش او ما تواصلتش. فانا ممكن اكتفي برساله يا رب تكون النهارده كويس بطمن عليك، حتى الرساله دي ما بعتهاش الا بروفيشنال جدا. وكمان في نفس الوقت ما هو النهارده بس هو اللي يعرف بقى رضوى انك بس السؤال برضه خطيب مكتوبه ازاي خطيب، بس ما هي بروفيشنال ما فيهاش قلوب حمراء وما فيهاش اطمني عليك وعيون منوره.